لا يختلف اثنان على أن الوكالة السياحية هي الأقل مساهمة في الاقتصاد الوطني، أين أصبح يقتصر نشاطها فقط على تنظيم رحلات الحج والعمرة دون استقطاب السياح الأجانب وتنشيط السياحة في الجزائر. بعض الوكالات السياحية، وأقول بعض الوكالات السياحية، ليس لهم علاقة بالمجال السياحي، وهذا الذي جعل شعبة الحج والعمرة هي رقم واحد في خدمات الوكالات، وغياب السياحة الداخلية في ظل غياب غياب الكفاءات وأهل الاختصاص وخريجي قطاع السياحة، لأنه بعض الدخلاء في القطاع السياحي خاصة قطاع الوكالات السياحية هو الذي أرق القطاع ويعني ولم يستفد يعني الاقتصاد الوطني من القطاع السياحي أبدا. الترويج للرحلات الخارجية بدل الداخلية هي المهمة الثانية التي تقوم بها الوكالات السياحية بعد تنظيم رحلات الحج والعمرة، ما يحملها جانب من ركود الاقتصاد السياحي. نحمل يعني المسؤولية كاملة للوكالات السياحية والدور الذين يقومون به، لما نجد أكثر من 4000 وكالة سياحية على المستوى الوطني وكلهم يروجون للعمرة والحج وفقط أو إلى السياحة الخارجية اسطنبول وتونس. هنا نقول يجب الحد من هذه الظاهرة والترويج أكثر للسياحة الداخلية، خاصة سوى السياحة الصحراوية وما تكتسيه من أهمية بالغة. مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني لا تتعدى 2%، مما يستدعي إلزامية القائمين على القطاع بالوقوف على الاختلالات وتنشيط السياحة المحلية لاستقطاب العملة الصعبة وأكبر عدد من الأجانب.